السلام عليكم. ما أدري شو اللي راح يكون أحلى، القصة ولا المنظر اللي أنا واقف فيه والأشجار؟ قيموا هذا الشيء في التعليقات. القصة هي إنه في شخص دعا الله سبحانه وتعالى، قال يا رب ارزقني زوجة حافظة لكتاب الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى رزقه زوجة حافظة للقرآن، فمبسوط معها وعايش معها. فيوم من أيام هو طالع على الأسواق، وتعلمون مناظر الأسواق والنساء والتبرج، فعينه زاغت، بدأ ينظر إلى النساء. يقول يوم من الأيام كنت أنا نائم، وزوجتي في كل يوم تقوم الليل لكن أنا ما أنتبه عليها كثير. في ليلة من الليالي وهي تصلي قيام الليل ولابسة لباس الصلاة واقفة بين يدي الله سبحانه وتعالى، نظرت إليها فإذ بمنظر عظيم جدا وجميل جدا ولا يتصوره بشر. يقول عندما رأيتها واقفة تصلي، تخيل المنظر، امرأة واقفة بين يدي الله سبحانه وتعالى تنظر إلى سجادتها وتقرأ القرآن وتدعو وتبكي، هذا أجمل منظر. فيقول بعد ذلك لما كنت أذهب إلى السوق وأرى النساء دائما أتذكر صورة امرأتي، فلا أعد أهتم للنساء ولا أنظر إليهم لشدة الجمال الذي رأيته عندما كانت امرأتي واقفة بين يدي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا هكذا زوجة. قولوا آمين آمين.